ومع ذلك اللي فيه شي فيه، بقى على هاد الحال، وهذه هي الحكاية ولدي. أهم الصحة الوالدة. الإنسان إلا فاق بالليل من المفروض خصو يقول بسم الله هي الأولى. إيوا أخويا أسامة، هادشي اللي كاين. ورا كيف ما كتشوف هاني كتبت كل شيء. لا تقول راني نسيت شي حاجة. أحسن ما درتي، وراه نيت فيا المود ديال النعاس. كون هاني أخويا أسامة، راني نيت وجدت لك البلاصة ودرت بحسابك. يلا نطلعوا الفوق. طلعنا البيت نتاعي ونعسنا، وفي الصباح كيف العادة فقت وفيقت معي أسامة. دخلنا نغسل الوجه ديالنا، غسلنا وجوهاتنا، وغير نزلنا وانا كنسمع واحد الصوت ديال راجل كان جاي من البيت ديال الام ديالي. خليت أسامة من مورايا وقربت للباب، وانا هنايا كنسمع الوالدة كتبكي، وهذاك الراجل كينطق وكيقول سمحي لي انا سبابك. سامحيني يا الكبيرة، هادشي وقع بسبابي وانا عارف، ما عرفتش فين غادي ندير بوجهي، فكنتمنى تسامحيني يا الكبيرة. قاطعتهم بكحة ودفعت الباب ودخلت. لقيته كان جالس في الكرسي اللي كان قبالتها، وهي مسحت عينيها بلا ما تبين. درت براسي ما رديتش البال وتوجهت لها وسلمت عليها على راسها. ثم سلمت على ذاك الراجل باليد، فانطقت الوالدة وقالت عرفتي حمادة شكون هذا؟ مسلسل عيش العمية والتشعل، قصص وحكايات من الواقع، أساطير مغربية وعربية، كل هذا في رمضان عصريا ولأول مرة على قناة الراوي ستوريز في اليوتيوب. كل يوم حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. توجهت لها وسلمت على راسها، ومن بعد سلمت على ذاك الراجل بليت. عرفتي حمادة شكون هذا؟ لا امي ما عرفتش. شكون هذا؟ هذا ولد عمتي، سميتو عبد المغيث. فهنايا ملي عرفت انه من العائلة رجعت وسلمت عليه السلام ديال العائلة. ايها وليدي حمادة، ملي خرجت من الدوار كانت امك مازال ما تزوجات كاع. بصح سنين هادي وغبرتي علينا. ايوا كيف عرفتي الدار؟ اودي غير خليها على الله وصافي. راني من البارح في الصباح وانا كنقلب وكنسول ناس صغير في الوطي، وهاد الصباح دزت عند واحد مول البازار وسولتو عليكم، عطيتو غير السمية والكنية، هو اللي نعت ليا الدار مسكين وجيت لعندكم. ايوا مرحبا بك والف مرحبا. وش عندك شي قصة تحكيها لينا؟ خلي وعد يرتاح بعدا، اش هاد السؤال؟ بصراحة فعلا ما بقيتش كنميز كاع، وليت غير كنشوف الناس من عيونهم، وكنعرف عندهم حكايات مخبينها في داخلهم، خصوصا إذا كان واحد كبير في السن، أكيد ما غادي يكون سمع وعاش من الحكايات اللي كافية تروي فضولي. وبصراحة وليت مبلي بقصص ديال الناس، ولا عندي بحل شي إحساس كبير أن ما
من القصص ديالهم أكيد ما غادي يكون شي دور كبير لعبوا داك الشيطان الشريف، وهادشي اللي كيخليني نطلب من الناس بزاف أنهم يحكيوا لي القصص ديالهم اللي عاشوها أو اللي سمعوها. سمح لي ما تديرهاش مني قلة الصواب، ولكن أنا لا ماشي مشكل، غير خذوا راحتكم. فعلا عنديش لا قصص وش لا حكايات، خاصني غير اللي يسمعهم. هي أنكم كيعجبكم القصص بزاف، داكشي علاش سولتيني واش عندي شي قصة. وبلا ما تجبد معايا حتى شي موضوع، ولكن ماشي مشكل، عندي ما نحكي لكم، ولكن خاصكم تكتبوهم باش يبقاو مقيدين عندكم وذكرى فراسكم. عمي داكشي اللي كندير، ومن بعد كنولي نحكيها للناس باش ياخدوا منها العبرة. غير حكي لينا. بسم الله، هاد القصة وقعت لصاحبي واللي هو الآن ما عرفناه واش حي ولا ميت. غبر من اللي كانت عندي شي 23 سنة وكان عزيز عليا بزاف، لدرجة حلمت بيه، وهاد الحلم هو اللي فسر لي اشنو وقع لي، وغنحكيها لكم كيف ما شفتها في الحلم ديالي وباقي عاقل عليها بالتفصيل. بدات الحكاية واحد الليلة، تفكرت صاحبي اللي هو مصطفى وبكيت عليه الصراحة، حيث قلت يمكن مات. ملي نعس ديك الليلة يلا داني النعاس وانا نحلم بصاحبي مصطفى. بدأ الحلم شحال هادي ملي كانت عنده 18 سنة، كان ساكن في المنزل الصغير اللي بناه ليه الأب ديالو من سنين هادي، وهي الحاجة الوحيدة اللي ورث منه. البيت كاين في دوار صغير، الحاجة اللي لاحظها من نهار حل عينيه على ناس الدوار وهما ما كيصليوش وماشي من داك النوع المتدين. وهنا غادي نكمل لكم القصة على لسان مصطفى، وكأنني أنا اللي كنهضر بسميتو. والحاجة الوحيدة اللي لاحظت من نهار حليت عينيا على ناس الدوار هما ما كيصليوش وماشي من داك النوع المتدين، بحيث فاش كنت كنمشي للجامع كنلقاه خاوي حتى في صلاة الجمعة من غير الناس الكبار في السن وأصحاب اللحية البيضاء. الحكاية بدات ملي جا واحد السيد جديد سكن في الدوار ديالنا، سمعت باللي جاي من المدينة وسميتو قاسم. أنا في الحقيقة ما كنتش كنتسوق لبنادم ونتعرف عليه، حيت أنا منعزل شوية على كحل الراس، كنعرف غير الجيران اللي ساكنين حدايا وكراميل اللي هو القط ديالي اللي مربيه من شحال هادي، وهو الصديق وكل شي بالنسبة ليا من بعد ما ماتوا والدي الله يرحمهم. المهم بديت كنلاحظ أن الناس ديال الدوار كيدويو على هاد قاسم بشي هضره غريبة، هل اللي كيقول باللي السيد ما كيخرج من دارو ويقدر يكون مات، واللي كيقول باللي شاف شي أضواء ملونة خارجة من دارو بالليل، وهضره كتجبد هضره. المهم أنا عزيز عليا بحال هاد الحويج الغريبة، نعرف السبب أو اللغز ديالها، فقررت نتعرف على السي قاسم باش نعرف السر اللي يقدر يكون مخبي علينا، وقلت نمشي نتعرف عليها ومن هنيت ندير معاها حسن الضيافة ونرحب به. وداكشي اللي كان، مشيت قاصد دارو، قربت نوصل للباب ديال دارو حتى بان ليا خارج، وهدي أول مرة نشوف فيها السي قاسم. السيد طويل وكبير شوية في السن، وجهه بيض وعنده لحية خفيفة، وكان لابس طابلية بحال ديال العلماء اللي في الأفلام. من النظرة الأولى حسيت بلي هو راجل محترم. المهم مشيت قصدتو. السلام عليكم السي قاسم. وعليكم السلام ولدي. كي داير السي قاسم؟ نسيت ما نعرفك على راسي، جارك، جيت نرحب بك في الدوار ونعرض عليك الليلة للعشاء إلا قبلتي. يرحب بك الخير يا ولدي، هذا شرف ليا، أنا اللي بغيت نعرض عليك العشاء ولدي باش تعشى معايا ومنها نهضروا شوية. واخا السي قاسم اللي بغيتي، واخا جات ناقصة حيت انت اللي ضيفة وانا اللي خصني نرحب بيك.
بحال بحال ولدي، انت اول واحد يعرض عليا وبغيت نيت مع من ندوي وتعرفني على الدوار وتقول لي فين جا الجامع. المهم وريت ليه الطريق ديال الجامع وقلت في خاطري الحمد لله سيد متدين، يعني يقدر يكون كلام الناس ديال الدوارة غير كذوب. لكن قبل لاحظت واحد الحاجة اللي كانت غريبة واللي خلاتني مترددة وشاك فيه. لقيته وقف قدام الجامع شي دقيقة تقريبا، من بعد مشى بحاله وما دخلش للجامع بحال الا شاف شي حاجة داخل الجامع وخاف يدخل. انا شفت الديكور وقلت في راسي يقدر السيد بغى غير يعرف الطريق ديال الجامع باش ملي بغى يصلي يمشي يصلي فيه. وصلات 8 ونص دغيا طاح الظلام. المهم قديت الحالة وخرجت مشيت للمارشي نتقدى شي حاجة من دي معايا للسي قاسم، واخا عارف باللي غادي خصني المصروف من بعد، لكن قلت هانية ماشي خسارة في السي قاسم. المهم تقديت شي حلوة ومشيت. وصلت للدار ديال السي قاسم دقيت عليه وخرج واستقبلني احسن استقبال، ولقيته موجد العشاء اللي هو عبارة عن طبلة طويلة عامرة من خير الله، هاد الدجاج المحمر هالمشوي هالحوت. طبلة كانت عامرة من ألد ماكين. انا فاش شفتها هكاك قلت يقدر السي قاسم عارض على شي حد اخر، لكن فاش دخلت قال لي جلس وكل مرحبا بك. صدقت واكل داكشي اللي غادي يقدني شهر لقدام، وتعشينا وبقينا كنهضروا. ما حسيتش بالوقت حتى كنطلع على الساعه كنلقاها 11 ونص دغيا دازت الوقت. سلمت على السي قاسم وقلت ليه بلي خصني نمشي، وقال لي بلي خصنا نعاودوا شي عشيوه بحال هادي، وبلي كان سعيد بالمعرفه ديالو ليا. المهم الى اخره تميت خارجة وصلت عند الباب يلاه بغيت نحلو، وانا نلمح واحد البنت صغيره مخبيه مورا واحد الخاميه عندها تقريبا شي 7 سنين. في ديك اللحظه سولت السي قاسم واش هذيك البنت بنتك، وشيرت لديك الخاميه اللي كانت موراها، لكن فاش مشى قلب ديك البلاصه ما لقى والو. إكما دخلت للشيبي الثاني وتخبات فيه. سولت عاود ثاني السي قاسم واش ساكن معك شي واحد اخر، جاوبني بلي ساكن بوحدو وما عنده لا صحاب لا عائله، عنده بنت وحده وساكنه في بلاصه بعيده عليه. وهنا شدتني التبوريجه، يعني شكون ديك البنت اللي شفت؟ واش يقدر غير كنت خايل؟ المهم وصفت ليه الشكل ديال ديك البنت اللي شفت في دارو، وقال لي السي قاسم باللي هي نفس المواصفات ديال بنتو اللي داوي ليا عليها. وقال لي كيفاش حتى عرفتيها؟ وهنا حاولت نتهرب من الجواب حس كنت خايف لا توقع شي حاجه ما تعجبنيش، وقلت ليها راه المواصفات اللي قلت ليك هي نيت المواصفات ديالك، يعني غالبا غتكون كتشبه ليك. وسديت الموضوع ديال هاد البنت وخرجت من عند السي قاسم. غير وصلت للدار وانا لقى شي 10 ديال الناس ديال الدوار واقفين ليا قدام باب داري، سولوني اشنو كنت كندير عند داك الراجل. عاودت ليهم عليه وعلى الكرم والاخلاق ديالو وبلي داخل سوق راسو. شويه قاطعني واحد من الناس ديال الدوار اللي كانوا تما، قال لي اش من اخلاق والسيد خاطف بنت صغيره شافوها كتجري فوق السطح ديال دارو وكتبان باللي خايفه. وهنا من بعد ما سمعت هاد الهضرة تفكرت ديك البنت اللي شفت عند السي قاسم واللي متأكد باللي هي نيت اللي شافو ناس الدوار، يعني كاين شي سر تماك. ولكن انا مالي ما قاد على مشاكل، يقدر السي قاسم ما باغي حتى واحد يعرف هاد السر وهو حر. دازت الايام والناس ديال الدوار باقين شادين النميمة في السي قاسم وكيفكروا في شي بلان يديروه ليه باش يدخلوا ليه لدارو ويعرفوا داك السر اللي مخبي عليهم. تافقوا باش يبقاو حاضينو حتى يخرج من دارو ومن بعد يدخلوا ليها بلا ما يعرف، وبهكا يعرفوا السر ديال ديك البنت اللي قاعد دوار كيهضر عليها. وبالفعل داكشي اللي كان، دخلنا للدار وبداو الناس ديال الدوار كيقلبوا قنت بقنت، قلبوا الدار كامله وما لقاوش الاثار ديال شي طفل صغير، لكن لقاو ما هو اغرب، لقاو باب ديال السيما كاين في الارض،
يعني يقدر يكون شي نافق او غارة مورا هاد الباب، يعني غالبا تما كاينين جميع الاسرار ديال السي قاسم. جاو 4 من الرجال اللي كانوا معنا، حاولوا يحلوا داك الباب لكن حتى واحد ما قدر غير يحركو. الباب كان ثقيل وصحيح بزاف، ودوك الرجال مدابزين مع الباب حتى دخل السي قاسم على غفلة وشاف الناس ديال الدوار في دارو وقال لنا: ايوا صافي، لقيتو العفاريت والجنون اللي كنحضرها كل ليله ولا مازال؟ قالها بواحد الطريقه فيها السخريه. انا في ديك اللحظه قلت ليها: راه والله السي قاسم اللي قلت ليهم بلي راك عايش بوحدك وهادشي اللي كنديرو راه غلط، ولكن ما سمعونيش. رد عليا وقال ليا: بلا ما تكمل فارس، انا عارف بلي كنتي باغي تمنعهم. لكن هذا كيفاش عرف السميه ديال فارس؟ هاد السميه هي اللي كانت باغا تسميها لي الام ديالي، وكانوا الناس ديال الدوار كيعيطوا لي بها فاش كانت عندي 7 سنين، وهاد السميه عارفها غير الناس ديال الدوار صافي. لكن الحاجه اللي ما بغاش تدخل لي راسي هي كيفاش حتى عرف هاد السميه. هو ما عمره هدر مع شي واحد من الناس ديال الدوار، وكمل كلامه وقال: كل شيء خرج من داري الا انت مصطفى، باقي محتاجك. ولكن ما بغاوش ناس الدوار يخرجوا حتى يعرفوا واش كاين مورا داك الباب. شاف فيهم السي قاسم بواحد النظره وعيني بحال غتخرج منهم العافيه، وجاوبهم بكل بروده: ها هو الباب قدامكم، يلا حلوه. لكن رغم المحاولات الكثيرة من الناس ديال الدوار، إلا أن حتى شي واحد فيهم مقدر يحل ذاك الباب. من بعد خرجوا ناس الدوار وبقيت غير أنا والسي قاسم، عاونت وقاد دارو وبقينا كندويو. كي درتي يا ولدي حتى عشتي مع هاد القوم، الله يدير لك شي تاويل ديال الخير معهم وصافي. قول لي واش دخلتوا للدار على قبل ديك البنت اللي قالوا ناس الدوار شافوها كتجري في الدار ياك؟ بصراحة سي قاسم، هي علاش دخلنا لدارك؟ كتعجبني فيك صراحتك والله ولدي، اما كنت باغي نكذب عليك ونخبي هذا الموضوع ديال هاد البنت. لا، هذيك راه حياتك الشخصيه، حنا اللي ما عندناش الحق ندخلوا لك في هاد الشيء. عارف اللي كاين ولدي. فاطمه شويه هو يبدا يعيط بدك الاسم. وفاطمه وهي تبان لي نفس البنت اللي شفت اول مره في الدار، بنت صغيره شعرها بني وعينيها حتى هما في اللون البني المفتوح، الا انها غير عين وحده اللي كتبان، اما الثانيه مغطيها بحال القراصنه. شفت فيها باستغراب على داكشي اللي مغطيها بعينيها. ما فيها والو ولدي في عينيها غير ما تخلعش. وبالفعل فاش حيدات داكشي اللي كانت مخبيه بيه عينيها، بانت لي عينيها عاديه. لكن فاش قربت ليها اكثر وشفت القرينيه ديال العين حمراء. تخيلوا معايا ديك الكره اللي كتكون وسط العين كانت حمراء. لكن دخل سي قاسم مره اخرى وفهمني بلي هذاك غير خطا بسيط في الجينات الوراثيه ديالها، وشرح لي بلي مخبي بنته على الناس الدوار خوفا عليها من كلام الناس اللي قدروا يقولوا عليها الا شافوها هكا. وحاجه اخرى اللي هي داك الباب ديال السيما اللي في دارو، وما هو الا تمويه الناس ديال الدوار. بقينا كندويو. من بعد خرجت من عندو، سلمت عليه وعلى ديك البنت الصغيوره ومشيت في حالي. وصلت السونس، خرجت ندور في الدوار شويه وكيبانوا لي شي دراري ولا الدوار مجموعين اللي هما عزيز رضوان ومحمود وملك. غير من الشوفه عرفتهم انهم كيخططوا لشي مصيبه. فاش قربت ليهم لقيت ملك كتخطط باش تنتقم من السي قاسم ودوك الدراري غادي يعاونوها. شويه درت ولقيت السي قاسم واقف قدام الباب ديال دارو وقال واحد الكلمه اللي هي: سنوا الغضب ديال الله يا دوار الملاعين. في ديك اللحظه مشيت لعندو بان لي طالع عليه الدم بالمزيان وما حامش الناس ديال الدوار. حاولت نهدئه ونكالميه لكن بنته اللي جاتها
واحد الحالة هستيرية من البكاء، ما حبستش البكاء وبقى كيهدن فيها السي قاسم حتى سكتات. وصلت الوحدة وخمسة واربعين، مشيت حطيت راسي باش الناس ويالله بدك يديني الناس، حتى سمعت واحد الغوتة زعزعت الدوار. خرجت نشوف اشنو واقع، لقيت الصوت جاي من الدار ديال العزيز اللي كان مع الدراري اللي بغاو ينتقموا من سي قاسم. شويه كنسمع غوتة اقوى من الغوتة الاولى. داس خمسة ديال الدقائق سمعت الغوات من جديد. المهم مشيت انا وشي ناس من الدوار نشوفوا المصدر ديال الاصوات. دخلنا للديور ديال دوك الناس اللي كان عندهم الغوات، ما لقيناش ولادهم غبروا، يعني دوك الدراري اللي طلقوا دوك الغوات غبر ليهم الاثر. بقينا كنقلبوا عليهم حتى صباح الصباح لكن ما لقينا والو. لقيت تفسير واحد لهذا الشيء، هو ان دوك الدراري اللي بغاو ينتقموا من سي قاسم هما اللي نفسهم اللي طرا ليهم هذا الشيء. في الصباح مشيت قاصد سي قاسم باش يعطيني تفسير على ديك الليله ديال البارح، لكن فاش وصلت لدارو لقيت واحد الراجل شارف جالس في العتبه ديال الدار ديال سي قاسم. قلت مع راسي اش كيدير هذا؟ وصلت لعندو وسلمت عليه وسولتو على سي قاسم. قال لي بلي الله خرج من الدار هو وبنته وما باقيش غادي يرجع، يعني رحلو وخلى الساروت لهذا الراجل وطلب منه يحدي ليه الدار. لكن انا خصني ضروري ندخل ديك الدار حيت حاس بلي غلقى فيها شي تفسير لهذا الشيء كامل. وفعلا مشيت جلست حدا داك الراجل وبقيت كندوي معاه واحد اللحظه وبدون ما يحس. دخلت يدي لجيبو وهزيت الساروت بلا ما يحس، سلمت عليه ومشيت وبقيت حاضيه من بعيد باش غير يتحرك من ديك البلاصه نمشي ندخل للدار. بقيت كنتسنى حتى لديك 12 ديال الليل. يلا تحرك داك السيد من بلاصتو وبدا كيتمشى وقال جمله وحده، هاني كنتسناكم في الجحيم يا دوار الملاعين، ومشى. صافي فاش شفتو مشى حليت الباب ودخلت للدار، ما كيبان ليا والو، الدار مظلمه بزاف. جبت التليفون ديالي شعلت البيل وبقيت كنقلب في الدار حتى كيبان ليا ضو خارج من واحد البيت. مشيت نشوف اشنو كاين تما، دخلت للبيت ولقيت شي حد ناعس تما وكان مغطي كامل وجهه بوحدو اللي كيبان. فاش قربت ليه لقيتو عزيز. اش وصل هذا لهنا؟ بغيت نفيقو ودرت يدي جيت كرشو وبديت كنحرك فيه باش يفيق، لكن حسيت باللي كرشو قاصحه ومعدمه يعني فيها غير العظام. هنا شداتني التبوريشة في ديك اللحظه. شويه عزيز حل عينيه بشويه وبدا كيتمتم وقال لي قول ليه رجعني، قول ليه رجعني كي كنت، والله ما نعاود، راك عزيز عليا انت. قلت ليه علاش مالك؟ فاش حيت ليه الغطاء باش كان مغطي لقيت ما هو اغرب، الدري معوج عنقه 180 درجه، وجهه ولا جهه دارو. داكشي علاش فاش حطيت يدي على كرشو لقيتها قاصحه، لكن صدق هذاك هو الظهر ماشي الكرش. سولتو شكون دار فيك هاد الحاله، وهو يطلق واحد الضحكه زنزلات الدار وقجني حتى غيبت. فاش فقت لقيت راسي في نفس البيت لكن ما لقيتش عزيز، وبانت لي الدار مضويه. جيت نشوف الساعه لقيتها 12 ديال الصباح. نط مخلوع كنجري جهه الباب باغي غير نخرج حتى كنسمع شي حد كيعيط ليا. درت نشوف شكون، لقيتها ملاك وكتقول لي اعتقني. الصراحه كنت خايف ومتردد، انا كنت باغي غير نخرج من هاد الجحيم لكن ما نقدرش نخلي ديك البنت بوحدها هنا. وداكشي اللي كان مشيت عند ملاك اللي لقيتها مربوطه بواحد الحبل، حليت الحبل وفكيتها وشديتها من يديها. وصلنا لجهه الباب يلاه بغيت نخرج ملاك، لكن هي بقات شاده في الباب وكانها ما بغاش تخرج. شفت فيها وقلت ليها اش كديري سربي يلا نخرجوا قبل ما، وما قدرش نكمل الهضره حيت لساني بحال تعقد. شويه بان لي وجه ملاك تمسحوا منه الملامح، ما بقاوش لا عينين لا مناخر لا فم، غير الجلد بوحدو. صافي انا فشلوا لي الركابي. فاش بانت لي ملاك
رجعت للداخل وبانوا لي العينين والفم والمناخر والملامح كاينين مورا الوجه، يعني في ظهرها، وبدات كتقطع في حوايجها. فشفت داك المشهد ما عقلتش على راسي حتى غيبت. فقط لقيت راسي في الجامع مع جدي. جدي الله يرحمه مات، وكيفاش هو معايا هنا دابا؟ لقيت غير ساهي وكنفكر، حتى نطق جدي وقال لي هرب من هالدوار، هرب اولدي، هالدوار نهايته قربات وغادي يولي بحال الجحيم. بلاتي يا جدي، شوية ضرباتني الفيقة. كنلقى راسي في الدوار ودايرين بيا الناس ديالو، وحدايا الطبيب كيقول لي بلي ما عندي والو وهادي غير صدمة عصبية خفيفة، وقال لي نوض على سلامتك. صافي جلست وبقيت كنرجع السين تالور وكنتفكر هادشي اللي طرا ليا، لكن واحد الحاجة اللي بقات ليا في عقلي وباقي عاقل عليها مزيان هي فاش شفت الدراري في ديك الدار الملعونة وكيطلبوا مني نعتقهم، خصوصا عزيز اللي قال لي ديك الهضرة واللي لحد الان مازال ما فهمتهاش. قول لي رجعني كيف كنت، والله ما نعاود مازال، راك عزيز عليه انت. هادشي خلاني نفكر مزيان باش نرجع لديك الدار ونحاول نعتقد الدراري ونعرف السر ديال السي قاسم، لكن في الاول حتى نتشافى مزيان ونكون قادر باش نواجه الحقيقه. حماده ولدي صافي بارك عليه، خليه يرتاح شويه ومن بعد يكمل ليكم. نيت راه يكون الغدا وجد، نزلوا لتحت باش نتغداو ولا يرضى عليكم. ونيت اخويا حماده، بغيت نقول لك ضرني الجوع. ايوا ولادي، مادام الغدا وجد نقولوا بسم الله ومن بعد نكمل لكم الحكايه. يتبع. السلام عليكم مستمعينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحيحه مزيانه، كل شيء بخير، فطرتوا مزيان، صليتوا التراويح ديالكم كامله؟ ودابا مرحبا بكم معايا، معكم حمد القرشي من قناه الراوي ستوريس، وكانت هذه هي النهايه ديال هذه الحلقه. المهم خليكم في التعليق وعطونا الاقتراحات ديالكم، وراني كل مره كنختار يعني الفرضيه ديال كل واحد وكنحطها في اول تعليق، وايضا اجمل تعليق كنحطهم تاهما في الاول ديال الفيديو. فخليكم تعلقوا باش في الاخر ديال هذه الروايه من اللي غادي نختتمو غادي نختار بعض التعاليق اللي طاحت في الاجابه الصحيحه ونحط التعليق ديالها في الفيديو. فهاد الشيء اللي كاين في هاد الحلقة. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. كان معكم من مورا المايك حماد القرشي من هاد القناة، قناة الراوي ستوريس. تصبحون على ألف خير. سلام.